حياكم الله مشاهدينا وإلى آخر فقرات حلقة اليوم ومع سجايا، حيث قدمت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عرضا مسرحيا حمل عنوان ما زال بيننا بمشاركة العديد من فتيات سجايا. وللحديث أكثر عن هذا الأوبريت والهدف منه وأهم البرامج التي خصصها سجايا لفتياتها خلال الأيام المقبلة، نستضيف اليوم في أماسي شيماء الشحي تنفيذي برامج في سجايا وشهلة طه الخاجة مؤلف ومخرج منفذ أوبريت ما زال بيننا. أهلا وسهلا ومساء الخير. مساء النور. أهلين. سؤالي للأستاذ شيماء، ما زال بيننا هذا الأوبريت، نتحدث عن حكايته، ما حكاية هذا الأوبريت؟ طبعا في البداية حابة أتوجه بالشكر لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لدعمها اللامحدود لسجايا فتيات الشارقة، وكما حابة أتوجه بالشكر لبرنامج أماسي على هالاستضافة. حياك الله. قصة أوبريت ما زال بيننا، نحن من خلال الأوبريت حبينا نجسد شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. من خلال تجسيد لعدة صفات أو قيم التي أسست عليها دولة الإمارات والتي انغرست في نفوس شعب دولة الإمارات. القيم هذه نحن لخصناها أو اختصرناها في 4 قيم أساسية، اللي هي الأبوة، التواضع، والمسؤولية، والتحدي. بنشوف هذه القيم في الأوبريت، في حيث أن كل مشهد من الأوبريت يتمحور حول قيمة معينة. نعم، هناك إذن مشاهد لهذا الأوبريت. الأخت شهلاء، بما أن أنت شاركتي كمؤلف ومخرج أيضا منفذ لهذا العمل الأوبريت، حدثينا عن تجربتك، هل هذه أول تجربة لك في هذا المجال وكيف كانت؟ تجربتي في هذا المجال كانت كثير مفيدة بالنسبة لي. نعم. هذه أول تجربة لي في مجال الإخراج، وفي مجال التأليف هذا يعتبر أول تجربة لي قدام الناس. نعم. يعني أنا دوم من صغري كنت أكتب وأحب أقرأ وأكتب دائما، فاستانست وايد وأن فخورة بنفسي وباللي سويته أني أشوف كتاباتي تمثل على المسرح. ما شاء الله. تجربة يعني تحسين أنها كانت سهلة بالنسبة لك ولا كان تحدي؟ كان في تحدي. ذكرت في الأوبريت أن الشيخ زايد ما زال بيننا في خصالة مثل ما نشوفه الآن على الشاشة. كلمينا عن هذا العمل الجميل. هذا العمل هو أوبريت ما زال بيننا، حبينا نحن منتسبات سجايا فتيات الشارقة. نعم. أن نراوي أن الشيخ زايد الله يرحمه ما زال بيننا. بالقيم التي غرسها في عياله، ومثل ما نشوف هي قلت أنه في تحدي كان في الموضوع. نعم. وهذا واحدة من القيم اللي غرسها فينا الشيخ زايد، أنه نجمع. نعم. 66 فتاة على مسرح واحد. نعم، ما شاء الله. الأستاذ شيماء، أيضا الهدف من تقديم هذا الأوبريت ولماذا تم اختيار هذا الاسم ما زال بيننا؟ طبعا في البداية الهدف هو تزامنا مع عام زايد، وتزامنا مع رؤية إمارة الشارقة اللي دائما تحثنا يعني كشباب لخوض مجال المسرح ولخوض التجارب يعني في مجال الثقافة. نعم. بشكل عام والأوبريت يهدف إلى مثل ما قلت تجسيد قيم الشيخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. نعم. كما أنه هذا يعني اسم ما زال بيننا، احنا حسينا انه انسب اسم حيث انه يعكس هدف الأوبريت. نعم. نعم، مثل ما بعد يعني حثنا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الله يحفظه ان هذا ما كان يحبه زايد. بالضبط. يعني نوثق ونكتب للأجيال ما كان يحبه زايد. تجربتك اخت شهلة يعني في هذا العمل اللي ذكرتي لنا للمرة الأولى، كيف أثر على شخصيتك على الجانب الشخصي لشهلاء؟ هذا العمل أضاف لي الكثير. نعم. بحيث أن أول شيء تعرفت على ناس داد. ويعني تعرفت على ناس داد وصديقاتي داد، يعني أخذت من هذا العمل كثر ما أعطيت له. وبعد أضاف لي مني الحمد لله تعلمت كيف أكون شخصية قيادية، شخصية جدية في العمل. وإن شاء الله في الحياة العملية أن أكون مسؤولة، أني أكون ملتزمة في الحياة العملية. إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. سؤالي للأستاذ شيماء،
يعني مثل هذه الـ يعني الاستعدادات أكيد أنها كانت تسبق مثل هذا العمل الجميل الذي تم على قصر الثقافة في مسرح قصر الثقافة في الشارقة، صحيح؟ صحيح. أنزين، نتحدث عن الاستعدادات التي سبقت هذا الإنجاز. طبعا مثل ما قالت الأخت شهلة، هو كان تحدي بالنسبة للفتيات. فترة التدريب كانت شهرين فقط، فهذا هو كان التحدي. تم اختيار الفتيات ودربوا بس لمدة شهرين، وما شاء الله يعني طلعوا بهذا الإنجاز الجميل، فمعناته أنهم اجتازوا التحدي. فهذا بالنسبة للتحضيرات. نعم، كيف يتم اختيار العناصر؟ يعني هل هناك يعني معرفة مسبقة بمهارات الفتيات ومواهبهم، أم أن كيف تم اختيارهم؟ احنا عندنا في سجايا في مراكزنا الثلاثة فريق سجايا المسرحي، في فريق سجايا المسرحي لكل مركز، في الشارقة وفي كلباء وفي خرفكان، هذين هم البنات اللي شاركوا في الأوبريت، بالإضافة إلى الفتيات اللي هم غير منتسبات لفريق سجايا المسرحي. جميل. كان في لهم تجارب أداء، ومن خلال تجارب الأداء تم اختيار الفتيات. نعم، ذكرنا أن الأخت شهلاء أيضا شاركت في هذا العمل. نتكلم عن استعدادات، ذكرتوا أنه شهرين يمكن وقت قصير بالنسبة ل يمكن خلينا نقول تجربة أولى في هذا المجال، حدثينا عن استعداداتك وكيف حسيتي الوقت يعني كان كافي للتأهل يعني للحدث؟ الوقت كان نعم قصير، بس هذا هو التحدي. ودوم كنت أفكر لو الشيخ زايد كان بيننا الحين هل بيكون فخور فيني أنا أسوي هالشيء عشان أكون وفية لإنجازات الشيخ زايد الله يرحمه؟ فكنت دوم أقول أنا لازم أكون قدها وأنا لازم أجتاز هالتحدي، والحمد لله الوقت مر بسرعة وسوينا هالإنجاز الحين. الحمد لله. يعني كان يوميا تحضرون الاستعدادات والتدريبات؟ كان على مدار الأسابيع، وهي يعني شيء تقريبا يوميا، أيام ما نحضرها، أيام نحضر في البيت وأيام نسير السجايا. والحمد لله تمت التجربة. الأستاذة شيماء، يعني هذا الأوبريت ضم يمكن عدد من اللوحات، نتحدث عن يعني كم لوحة تم عرضها، وكل لوحة ما الذي يميزها عن اللوحة التي تليها؟ هي الأوبريت ضم عدد كبير يعني من اللوحات، منها إلقاء الشعر، منها غناء الكورال، ومنها مشاهد مسرحية. مثل ما قلت كل لوحة كانت تعبر عن قيمة معينة اللي انغرست في نفوس شعب الإمارات. فالأوبريت كان مزيج من اللوحات ومزيج من الأعمال المشهدية. نعم. التمثيلية. نعم. كم بلغ تقريبا عدد الفتيات خلال في هذا الأوبريت المشتركات؟ كانوا 66 فتاة من مراكزنا الثلاثة، من كلباء والشارقة وخرفكان. نعم. الأخت شهلاء، نرجع للسؤال، يعني هذا العمل بالنسبة لك مجال جديد، هل تطمحين انك انت يعني تستمرين في هذا المجال؟ هل وجدتي نفسك في هذا المجال؟ انا صراحه طموحه من صغري اني اكون اديبه وكاتبه في المستقبل، وهذه اول تجربه لي في الاخراج، سعيده فيها وسعيده باللي سويته، بس انا اتوجه اكثر لمجال التاليف. فمن بعد الاوبريت ممكن يكون في اصدار كتاب جديد ممكن، وهالشيء انا عارف ان شاء الله بنميه من خلال ورش، وممكن اشياء ثانيه اسويها من خلال سجايا فتاة الشارقة ان شاء الله. هل جربتي انك تكتبين شيء قبل هذا، قبل ما تألفين هذا الأوبريت؟ كتاباتي كانت كلها على المجال المدرسي، خواطر اكتبها بيني وبين نفسي وبس. بس يمكن هذه كانت البدايه، صحيح؟ صح، هذه كانت البدايه. نعم. بعد نرجع للأخت شيماء، يعني دائما هناك تحرصون على تعزيز قدرات الفتيات وتطوير مهاراتهم، ما الذي يميز هذا الأوبريت عن الأعمال يمكن الأخرى التي قمت بها؟ طبعا هذا الأوبريت جدا مميز، لأنه كان من تنفيذ وإعداد وغناء وإخراج فتيات سجايا نفسهم، فله يعني مثل ما نقول له معنى خاص لسجايا، وكما أنه يعتبر إنجاز يضاف إلى لائحة إنجازات سجايا فتيات الشارقة. نعم، يعني كيف تم الاشتراك يمكن كفريق عمل بينكم أنتم كإدارة في المركز والطالبات؟ يعني كيف تم
هذا الجو الجميل بينكم وبين الفتيات، كيف تم توزيع المهام، كيف تم تنظيم العملية يعني للاستعداد والخروج بهذا العمل الجميل؟ طبعا نحن في سجايا يعني دائما لما يكون عندنا برنامج او لما يكون عندنا اوبريت او مناسبة يكون نشتغل نحن في لجان، كل لجنة تكون مسؤولة عن موضوع معين. مثلا انا كنت رئيسة لجنة التنظيم والإشراف، كنت مسؤولة يعني عن عملية دخول الضيوف للمسرح او الجمهور للمسرح وهالتفاصيل يعني. عندنا نحن مشرفة المسرح سندريلا حسن، استاذة سندريلا حسن هي كانت يعني المشرفة عن تدريب الفتيات خلال فترة الأوبريت. نعم، نتحدث عن هالأعضاء يمكن الجنود المجهولين اللي ذكرتيهم، يعني كان لهم بصمة أكيد في هذا العمل، حدثينا عن هالأعضاء اللي شاركوا في هذا العمل. طبعا هو عمل يشمل جميع موظفين سجايا، مثل ما قلت لك انا كنت رئيسه لجنه التنظيم والاشراف. نعم. وفي غيرنا يعني تكون رئيسه لجنه التدريبات، عندنا رئيسه لجنه الفعاليه نفسها وغيرها من الامور يعني اللوجستيكيه، وكذي يعني يكون تقسيم الشغل من بيننا. نعم. شهلاء، حدثينا عن طموحك يعني بشكل عام وعلى وجه الخصوص في هذا المجال. في هذا المجال مثل ما ذكرت سابقا طموحي اني استوي ان شاء الله في المستقبل اديبه كاتبه وروائيه ان شاء الله في المستقبل، وان شاء الله ممكن اتوجه للجانب الشعري عقب ما شفته من فاطمه المراشده واشعارها الرائعه ما شاء الله. شو اللي عجبك يعني في ادائها؟ ما شاء الله عجبني ان هي كانت واثقه من كلمتها، وعلى المسرح كانت هي اللي كاتبه الشعر وهي اللي تلقيه بعد في نفس الوقت، فيعني حسيتها فعلا تقصد اللي تقولها في كلامها. نعم. وايد عجبني. نعم. هل اقتصر دورك العمل خلف الكواليس ام انك شاركتي على المسرح ايضا؟ شاركت على المسرح من خلال التدريبات فقط، لان كنت ابغي بعد انا انمي من مهارتي في الالقاء مثلا او في هالامور، بس لاني مخرج منفذ كنت وراء الكواليس والحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفك مستقبلا على المسرح باذن الله. ان شاء الله. الاخت شيماء، يعني سجايا فتيات الشارقه لديه العديد من البرامج والفعاليات التي يقدمها للمنتسبات، نتحدث عن هذه اهم البرامج والفعاليات التي يقدمها المركز. طبعا بالنسبه لشهر نوفمبر الحالي عندنا برنامج ملتقى الفنون بيبدا الاسبوع الجاي تاريخ 19 نوفمبر 2018، يختص يهتم يعني بشكل خاص بالفتيات المهتمين بالفنون والرسم في هذا المجال. عندنا كما عندنا في شهر ديسمبر تاريخ 16 ديسمبر ان شاء الله بيكون مخيم افاق القيادي. خلال هذا المخيم نحن نهتم بالسمات القياديه، حيث ان نعمل على تطوير شخصيه الفتيات. نعم. ونغرس فيهم روح القياده. نعم. من خلال ورش مكثفه او فعاليات وغيرها يعني من الامور. نعم. كما عندنا برنامج مهنتي، هو برنامج تدريب ميداني للفتيات. نعم. بيبدا بتاريخ 23 ديسمبر ان شاء الله. ماذا يتضمن هذا البرنامج؟ برنامج مهنتي. نعم. برنامج مهنتي يكون بالتعاون مع عده مؤسسات في اماره الشارقه. نعم. الفتاه تسجل تروح مؤسسه معينه يكون فيها تدريب ميداني، يعني تجرب العمل او الحياه المهنيه كيف تكون، تكسب. نعم. تكتسب من خلالها خبرات. نعم. وتطلع من البرنامج يعني يكون عندها هي كذا مهاره في المجال العملي. نعم. لجميع الفتيات ام هناك يعني فئه معينه عمريه؟ لا، لجميع الفتيات، نحن في سجايا من 13 الى 18 سنه. نعم. والبرنامج بيكون للفئه العمريه كلها. نعم. الاخت شهلاء، كلمه اخيره تودين قولها. كلمة أخيرة بوجهها المفعول له بإذن الله الشيخ زايد. نعم. أنا أدري أنك تشوفنا إن شاء الله، ونحن وفيين للي أنت سويت لنا وشكرا، وبتوجه للشكر لسجايا أنهم ينمون من مواهبنا. نعم. وشكرا أمي وأبوي أنهم خلوني أخوض هالتجربة اللي أنا كثير استفدت منها ووايد حبيت دوري فيها. بالتوفيق إن شاء الله. وكلمة أخيرة للأستاذة شيماء أيضاً.
بس حابة أقول إن إحنا فخورين يعني في هذا العمل، وهذا الإنجاز يعتبر مثل ما قلت إنجاز كبير يضاف إلى لائحة إنجازات سجايا فتيات الشارقة، وفخورين في فتياتنا المنتسبات في هذا الأوبريت. نعم، كل التوفيق للأستاذ شيماء الشحي والأخت أيضا شهلاء الخاجة، موفقين بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله. في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي.